السلام عليكم الطلبه، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نديرو فيه واحد الريفيزيون بالنسبه للفيزيك ديال اس 2. دونك غادي نحاولوا نعطيو فيه يعني دي زيكزيرسيس اللي تحطوا في لي زيكزام، وغنحاولوا نعطيو فيه يعني كاع ليكواسيون اللي كيتحطوا في لي زيكزام. دونك كما كتعرفوا ان الفيزيك كيتحط سو فورم دو كيو سي ام، فغادي نبداو يعني بلا غولاسيون الاولى اللي هي اللي كتعلق لنا بلا فيتيس انغولار دو الالكترون، دونك او كيتسمى كذلك يعني لا فيتيس دو روتاسيون. دونك غادي نشوفو يعني لا فورميل اون جينيرال ديالو، ونشوفو بار اكزومبل يعني واحد ليكزومبل او لي اكزيرسيس من اكزامان. دونك كما كتشوفو يعني الرمز ديال لا فيتيس انغولار ديال واحد الالكترون، فهو كنرمزو ليه بحال يعني بحال دبليو في، كتسمى دلتا او مقسومه على دلتا تي. هادي شنو كتسمى؟ هي واحد توب دو فارياسيون دان اونغل، وهاد دلتا تي هو لو طون او كتسمى لا فارياسيون طومبوريل. دونك هادي هي لا غولاسيون اون جينيرال كتسمى. دونك عندنا لو طو دو فارياسيون دان اونغل مقسومه على لا فارياسيون طومبوريل. غادي ناخذ واحد ليكزامبل، قال لك عندنا واحد ليكزيرسيس، هذا سوسان ليكزيرسيس دي زيكزاما، غادي نحاول نقرا عليكم. دونك بالنسبه لينونس ديال ليكزيرسيس، ليكترون ايفيكتيو اوتور دو نوايو دي هيدروجين، ان موفمون سيركولير دو غايون ار ايت ايغال 0.53 في 10 اس ناقص 10 متر، لا فيتاس دو ليكترون اي في ايت ايغال 2.2 في 10 اس 5 متر بار سكون، سا ماس ام او ايت ايغال 9.1 في 10 اس ناقص 31 كيلوغرام. دونك هذا واحد ليكزيرسيس ديال العام اللي فات، ديال واحد ليكزام يعني ديال العام اللي فات يعني نورمال. دونك اول سؤال عاطين قال لك شنو هو يعني ديتيرميني لنا لا فيتيس انغولار. هما كيعطوك مثلا، ماشي كيقول لك، كيقول لك مثلا لا فيتيس انغولار، كيعطوكم اختيارات. دونك كيعطوك اختيارات بزاف وانت كتحسب. دونك من بين الاختيارات اللي كانوا عاطين انا غادي نقول لكم اللي في الاخر دابا. دونك انا كنخرج لهم ديريكت. دونك اول حاجه عندنا في لا غولاسيون اون جينيرال اون في، هاد لا فيتيس يعني لا فيتيس اون جينيرال، ماشي لا فيتيس يعني انغولار، عندنا في كتساوي ار لو غايون فوا لا فيتيس انغولار. الا بغينا هاد لا فيتيس انغولار اللي هو دبليو في، غادي نجيبوه هنا يعني لا فيتيس انغولار هادي كان هنا الضرب غتولي القسمه. دونك غندوزو هاد في هنا، في غتولي مقسومه على لو غايون. دونك لا فيتيس انغولار هو كيساوي لنا في يعني الفيتاس مقسومه على لو غايون، وهاد يعني هاد لو غايون راه عطاوه لينا هو هذا، هو هاد ار، وهاد في راه هي لا فيتاس. دونك راه عطاوها لينا هي هادي. دونك كانوا عطاوكم يعني لا فورميل، عطاوكم الاجوبه يعني الاقتراحات اللي غديروا صحاح، كان عطاوكم هادي، وعطاوكم يعني لا ريبونس يعني هذاك لا فالور اللي غتخرج لكم. وبطبيعه الحال الا حسبتوها في مقسومه على ار، يعني في لا فيتاس هو هذا 2.2 في 10 اس 5 متر بار سكون، مقسوم على 0.53 في 10 اس ناقص 10 متر. دونك هنا المتر غتمشي مع المتر وغتبقى لكم يعني ان تي سور سكون. دونك هذه هي الوحده ديالاش ديال لا فيتيس اونغولار. غادي ندوزو يعني للسؤال الثاني اللي متعلق بهذا ليكزيرسيس نيت، هو لاكسيليراسيون دو ليكترون اي سي كومبوزون نورمال اي طونجونسيال سون دوني با. دونك شنو هي لاكسيليراسيون ديال هاد ليكترون؟ شنو هي لاكسيليراسيون؟ كيفاش كن يعني الرمز اللي كنرمزو بها اون جينيرال، يعني لا فورميل ديالها كيفاش كنحسبوها. دونك حتى هي كنعطيوكم فيها اقتراحات، ولكن كيفاش غتحسب يعني لاكسيليراسيون يعني كفورميل، يعني لا فورميل ديالها اون جينيرال. بالنسبه لا فورميل ديالها اون جينيرال هي كتساوي لنا ا، كنرمزو لها بهاد الاصغيره، اصغيره كتساوي في او كاري مقسومه على ار. دونك عطاوكم في الاقتراحات، عطاوكم كذلك يعني هذا الاقتراح هذا في اوكاري مقسوم على ار، وعطاوكم لا ريبونس ديريكت، يعني عطاوكم الحساب ديريكت. دونك الا بغيتو تحسبوها كيفاش غتحسبوها؟ هي في اوكاري، يعني في اوكاري غترفع عادي اوكاري، في راه ديجا معطيكم هو هذا 2.2 في 10 اس 5 غترفعيه اوكاري، وهنا 0.53 في 10 اس ناقص 10 ديال لو غايون. دونك كما كتشوفوا هنا كيفاش كيكون يعني لاكسيليراسيون، شنو هي الوحده ديالها؟ هي المتر بار سكون اوكاري. دونك علاش بار سكون اوكاري؟ لان مثلا هنا هاد ديال فيتيس غترفعي اوكاري، غترفع ام اوكاري وغترفع حتى اس اوكاري، هنا غتبقى تكون عندك ام. دونك ملي غتحيد ام من هنا و ام من هنا، هنا غتبقى عندك ام وحده، هي ام على اس 2، دونك ام على سكون موان سكون اوكاري. دونك هذه هي يعني الحساب ديالها. دونك كنعطاوكم هذه وعطاوكم هذه. دونك غندوزو كذلك يعني يعني للسؤال الثالث. قال لك السؤال الثالث، بالنسبه للسؤال الثالث شنو هو؟ قال لك دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن لا فورس اكزيرسيس سو ليكترون اي.
دونك بالنسبه لهاد لا فورس، لا فورس كتختلف يعني. لا فورس يعني كاينه في البارتي ديال الميكانيك دو فلويد والبارتي ديال الميكانيك دو بوان. دونك بالنسبه للميكانيك دو بوان كفورمول جينيرال ديال يعني هاد لا فورس، لا فورس بطبيعه الحال هي لونيتي ديالها هي النيوتن. كيفاش غادي نحسبوها؟ حتى هنا كانوا عطاوكم يعني اقتراحات ولكن ما حسبوهاش يعني، يعني عطاوكم غير اقتراحات، ومن بين الاقتراحات اللي كانوا عطاوكم هو هذا. دونك اف كتساوي ام او فوا في او كاري مقسوم على ار، وانا زدت لكم هذا الشيء. دونك عطاوكم هذا هو الاقتراح بوحدو اللي صحيح. دونك هو هذا ام او، هذه هي لا فورمول ديالها اون جينيرال، ام او فوا في او كاري مقسوم على ار. وباش تعرفوا هنا هاد في او كاري مقسوم على ار اشنا هي، راه هي لاكسيليراسيون. دونك ساهله، او اللي غتولي كتساوي لكم اف، يعني انا غير كلبت هنا ام او فوا ا، هاد ا راه هي في او كاري مقسوم على ار. دونك راه هادي راه الى حطوا لكم هادي اولا هادي راه مجوجهم صحاح. دونك لا فورس كتساوي ام او، يعني لا ماس ديال لا ماس ديال واحد لا ماس ديال هذاك الالكترون مقسوم مضروبه فوا لاكسيليراسيون، فلاكسيليراسيون ديالو اللي هي كتساوي في او كاري مقسومه على ار. وبطبيعه الحال الوحده ديال لا فورس فهي كتكون بالنيوتن. بالنسبه اون جينيرال يعني باش نهضروا يعني كذلك يعني لا فورس اون جينيرال يعني يعني باش نعرفوها من غير التمرين غادي نشوفوا لا فورس اون جينيرال، انا نحاول نشرحها لكم هنا. دونك بالنسبه لا فورس اون جينيرال هي هذه كما كتشوفوا، كتكون عندنا يعني اف كتساوي واحد ام فوا ا. هاد ا عرفناه هي لاكسيليراسيون، راه ديجا عرفنا هي في او كاري مقسومه على ار، يعني الفيتاس او كاري مقسومه على لوغايو. وهاد ام اشنا هي؟ هي لا ماس ديال نوبجي، ولا لا ماس ديال واحد لوبجي خدامين عليه. دونك مثلا بحال لا ماس هنا ديال النوايو ديال هذاك الالكترون اللي قلنا هنايا، دونك هي هادي لا ماس ديالو، وبطبيعه الحال الوحده ديالها فهي النيوتن. دونك غادي ندوزو لحاجه اخرى الدراري، هي في يعني في لابارتي نيت المهمين، انا كنحاول نحط لكم غير لابارتي المهمين، هو هاد لو شوم الكتريك دون دون لا مومبران. دونك بالنسبه لو شوم الكتريك غادي نحاولوا يعني نشوفوا يعني الاخر وعاد نشوفوا ليكزيرسيس. دونك بالنسبه اون جينيرال لو شوم الكتريك شنو هما يعني لي فورمول اللي كنحسبوا بيه؟ عندنا جوج ديال لي فورمول اللي يمكننا نحسبوا بهم يعني لو شوم الكتريك. لو شوم الكتريك كنرمزوا ليه بو، يا اما كيكون عندنا او مقسومه على دي، او او ولا يعني او كتساوي اف، يعني لا فورس مقسومه على هاد كا اللي هي كونستانت اللي هي كتساوي لنا او كتساوي 1.6 × 10 اس ناقص 19 كولون. دونك هادو هما لي دو فورمول اللي يمكننا نحسبو بهم. غناخدو واحد ليكزيرسيس تاهو من ليكزامان ديال العام اللي فات، قالك لي بيسور دان مومبران اي دي ايتيغال 75 اون انجترون، سا ديفيرونس دو بوتونسيال اي دلتا في ايتيغال 75 ميلي فولت. هنا قالك كالكيلو الشوم الكتريك دان مومبران. كيفاش يمكننا نكالكيلو الشوم الكتريك دان مومبران؟ هنا يعني شنو غنستعملو؟ واش غنستعملو العلاقة الأولى ولا العلاقة الثانية؟ بالنسبة لهنا عاطينا دي يعني لا ديستونس، وعطينا دلتا في يعني دلتا في لا ديفيرونس دو بوتونسييل، هذه لا ديفيرونس دو بوتونسييل يعني او كنرمزوا لها بهذا يعني لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني عطاوهم لنا بجوج يعني نخدموا بالاولى. كون عطاونا مثلا اف وكون عطاونا غير لا فورس غادي نخدموا يعني بهذه العلاقه هذه. كون عطاونا غير لا فورس هنا، كون عطاونا غير شي فورس هنا غنخدموا بالعلاقه، حيت لان هذه ثابته كتساوي 1.6 × 10 اس ناقص 19 كولوم. دونك اون جينيرال اون او ايتيغال او سور تي، 75 ميلي فولت غنحولوها للفولت، ضروري تحولوها الدراري من الميلي فولت للفولت، كنضربوا في 10 اس ناقص 3 باش نحولوها للفولت، و75 اون انجترون باش نحولوها للمتر غنضربوها في 10 اس ناقص 10 متر، دونك باش نحولوها. وباش كتكون عندنا الوحده ديال الشوم الكتريك كتكون عندنا بالفولت باغ متر، دونك كتكون بالفولت باغ متر او كتكون بالنيوتن باغ كولوم. دونك هذا عقلوا عليهم مزيان، راه كيحطوه في ليكزام، لان كانوا حتى في هنايا كانوا عاطينكم كيو سي ام وقال لك حسب لي يعني عطاوك لو شوم الكتريك، ولكن عطاوكم غير لا فورمول ديالو، قال لك شنو يعني قال لك شنو الشوم الكتريك، غتكوشي على لا فورمول ديالو، وغتكوشي على 10 اس 7 هذه، وغتكوشي على هذه، عطاوك ثلاثة الاختيارات يعني كان عطاو شي 4، دونك غتكوشي على هذه وهذه، لأن الفيتر باغميتر أو نيوتن باغ كولومب باش كيتحسب لنا لو شوم الكتريك. دونك تسالينا من الشوم الكتريك غندوزو لو ترافاي، يعني قال لك يعني تابع ليكزيرسيس هذا الكيستيون الثانية. Le travail effectué pour le transport d'un ion de sodium à travers la membrane E. Je n'ai pas le travail. Donc le travail ou le chaud. Le chaud qui va se mettre dans le cerveau. Chaque fois, on doit avoir la formule en général. دونك دائما كنرجعوا لا فورمي اللي كتكون اون جينيرال عاد باش نخدموا بالاكزيرسيس. دونك الاكزيرسيس راه كيحكم عليا واش نخدم اون جينيرال ولا نخدم بشي علاقه ثانويه نقلب عليها. دونك الشغل هو لا فورس فوا يعني هاد يعني هاد ديبلاسمون اللي هي اس. دونك لا فورس فوا لا ديبلاسمون، هنا
يعني اون جينيرال هنا واش عطاونا حنا شي ديبلاسمون هنا دونك ما عطاوهاش لينا. دونك هاد الشغل هو لا فورس فوا دي، هادي يعني عندنا هي دي يعني لا ديستونس دونك راه حنا غنخدموا بها، او لا ديبلاسمون غادي نخدموا بها هنا، هادي ما عندناش يعني هاد اف ما عندناش يعني ما عندناش يعني ما غاديش نخدموا بها، او يعني غادي نخدموا بواحد لا غولاسيون اخرى ديال الشغل اللي هي هادي اللي غتشوفوا معايا هنايا. دونك هادي هي اللي غنخدموا بها، دونك هادي ما عندناش، هادي عندنا ولكن هادي ما عندناش يعني هاد اف يعني ما عندناش. دونك غادي نخدموا بهاد العلاقه هادي، راه كاينين ثلاثه غتحفظوهم الدراري. دونك في ليكزام راح نحطوا لكم هادي وحط لكم يعني يعني لا ريبونس جوست، راك نتوما غتشوفوا هاد ليكزيرسيس راه نخلي لكم يعني ديال لي زيكزام القدام راه غتعرفوا ان اكزيرسيس هضر عليه. دونك الشغل غنجي نحسب هنا، عندنا ك وعندنا او، عندنا ك وعندنا او، دونك او هذيك لا ديفيرونس دو بوتونسييل راه عطاوها هنايا ديال طافي هي هادي او. دونك هاد ك راه كيكون ثابته 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم فوا 75 في 10 اس ناقص 3 فولت. دونك عطاوكم في الحساب، دونك عطاوكم في الحساب غتخرجوها يعني عطاوكم هاد لا فارياسيون وهاد لا فارياسيون راه بجوج، هادي غير هادي بالكيلو جول وهادي بالجول، دونك غتحولها راه غتعطيك هاد القيمه هادي. دونك غناخذو ان نوت اكزومبل ديال الشوم الكتريك سالينا مع داك هذا، حتى هو كان تحط في واحد لي زيكزام، دونك وهذا كان تحط يعني براتيك، دونك راه يقدر يحط لكم كذلك يعني على شكل كيو سي ام. دونك لو بوتونسييل دان مومبران بيولوجيك ا اكيليبري اي دو 120 ملي فولت، لا فورس يعني اكزيرسيس سور ان نيون ك بلس ا لانتيريور دو لا مومبران اي دو 3.2 فوا 10 اس ناقص 12 يعني نيوتن. قال لك كيل لي لانتونسيتي دو شون ا لانتيريور دو لا مومبران اون جينيرال، يعني كيفاش كنحسبوا يعني لو شون الكتريك اون جينيرال، يعني كتكون عندنا هاد اف ايتيغال، يعني الا بغينا نحسبوا لا فورس اف ايتيغال ك فوا او، ولكن حنا بغينا او لو شون، لو شون الكتريك يعني باش تعقلوا حتى لهاد لا فورس كيفاش كنحسبوها. دونك لا فورس حتى هي في لو شون الكتريك كيفاش بغينا نحسبوها، يعني او كتساوي لنا اف سور ك، لان هنا عطاونا هنا لا فورس يعني ليكزيرسيس الاول ما عطاوناش لا فورس يعني ما حسبناش يعني ما خدمناش بها. دونك هنا غنخدموا بهاد لا غولاسيون لانهم عطاونا لا فورس هنايا كما كتشوف راه عطاونا لا فورس يعني ديال لا مومبران. غنجيو غنديروا علاقه وهاد ك راه كتكون ثابته بطبيعه الحال، يلاه وريتها لكم دابا. دونك او اي تيغال 3.2 في 10 اس ناقص 12 يعني نيوتن، هي هادي ها هما عطاونا يعني لا فورس ديال هاد اللي خدامين عليه. دونك قسوم على ك غنخرجوها راه تو سامبلومون غتخرج لينا يعني 2 في 10 اس 7 الفولت باغ متر او نيوتن باغ كولوم. بالنسبه للكيستيون الثانيه هي اللي غادي تكون جديده عليكم شويه، كالكولي لي بيسور دو لا مومبران، كيفاش يمكننا نكالكولي هاد لي بيسور او كيتسمى يعني او كيتسمى لا ديستونس اونتر ديال جوج ديال لي بلاك. نكونوا خدامين مثلا في شي بلاك بحال هكا كيكون على هذا الشكل هكا تكون هكا، وهذه هي لا ديستونس يعني هاد دي هاد هي اللي كنخدموا عليها. دونك هيا اش بان لكم هنا، دونك هاد دونك نخدموا على هذه هي لا ديستونس اونتر واحد جوج لي بلاك، يكون وحده هنا وحده هنا، دونك هي اللي كنخدموا بها. دونك غنكملوا هنا لا ديستونس اونتر دو بلاك لي بيسيو كيفاش يعني كيفاش كنحسبوه، او ايتيغال عندنا او فوا دي، وهاد يعني حنا غنحسبو هاد دي هادي هادي هي اللي غنحسبو، دي كتساوي غير هادي غنرجعوها هنا ونقسموها على هادي، يعني او مقسوم على دي، او ديجا عطاوها لنا هي 120 يعني ميلي فولت هايا، غنضربوها في 10 اس 3 باش نحولوها لفولت ونقسموها على دي اللي ديجا عطاوها لنا اللي هي 2 في 10 اس 7 اللي ديجا حسبناها عفوا اللي ديجا حسبناها هنايا. دونك هنا راه كاين واحد الخطا اللي مقسوم على او، يعني للشوم اللي ديجا حسبناه، للشوم اللي هو هذا 2 في 10 اس 7 ديجا حسبناه صافي، وغتخرج لينا يعني الا خرجتو غتخرج لكم 60 في 10 اس ناقص 10 متر. ولا الا عرفتوا ان لي بيسور ديال المومبران او لي بيسور اون جينيرال او لا ديستونس اونتر دو بلاك كتكون اونونشترون، يعني باش نحولوا الانونشترون من المتر الانونشترون كنضربوا في 10 اس 10 ومن الانونشترون المتر كنضربوا في 10 اس ناقص 10 يعني العكس، دونك غتعطيكم 60 اونونشترون. بالنسبه يعني هنا سالينا ليكزيرسيس ديال لو شوم الكتريك، غادي نحاولوا يعني ناخذوا واحد ليكزيرسيس يعني ديال يعني ليكزيرسيس ديال البارتي الاولى دونك ديال الميكانيك دو بوين، غادي نحاولوا ناخذوا. دونك عطاونا واحد ليكزيرسيس هو هذا، حتى تقراوا على خاطركم يعني باش ما نضيعش لكم الوقت. دونك هاد ليكزيرسيس راه ديجا كنتحط اول اكزيرسيس كنتحط في يعني في ليكزامان ديال النورمال ديال هاد العام ديال الفيزيك، هو لا اون بال دو ماس ايتيغال ام 50 يعني ام ايتيغال 50 غرام. دونك كانوا عطاوكم يعني حتى هو اقتراحات فيه وقال لك شنو هو لو طرافاي دو بوا دو لا بال بريزون زد ايتيغال اش اي زد ايتيغال 0، يعني اون جينيرال لو طرافاي ديال واحد يعني اونتر واحد جوج لي بوان يعني كيكون مثلا ا ولا بي ولا شي حاجه كيفاش كنحسبوه، هي
يعني دبليو في ديال بي كتساوي موان ام جي فوا ايكغيك بي موان ايكغيك ا او كت دونك هاد يعني هاد الشغل كيفاش ممكن نحسبه هو موان ام جي فوا اش لان ايكغيك بي موان ايكغيك ا كتساوي لنا اش اللي هو لو تور دونك دبليو في اللي عطاكم يعني الاقتراح اللي عطاكم صحيح اللي كان عطاكم واحد الاقتراح وقيل بي هو دبليو في ايتيغال موان ام جي فوا اش لان هادي غنعب يعني ايكغيك بي موان ايكغيك ا او ندخل واحد جوج النقاط كنرمزو ليه باش اللي هو لو تور. بالنسبه للكيستيون الثانيه في هذا ليكزيرسيس نيش دونك بالنسبه للكيستيون الثانيه غير سا كونسيدورا لي فور لي فروتمون كي لي لا فيتيس دو لا بيل لورسكو توش لو سول يعني لا فيتيس كنعطيكم حتى هما اختيار داك يعني اختيارات دونك الاختيار الصحيح هو في ايتيغال اش سيو دو جي دونك هذا كا يعني اكزيرسيس صحيح هنا ديال l'examen l'énergie mécanique de la pile en pour expression en général l'énergie mécanique est il y a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle يعني غنديروا هاد لا فورمول كيفاش يعني هادي كتعطينا زيرو هادي كتعطينا زيرو وغادي تحصلوا في الاخر كنعطيكم واحد الاقتراح ديال هو هذا هو ام ايتيغال ام بين قوسين في مقسوم على جي ناقص جوج جي اش دونك هذا هو ليكزيرسيس الاول اللي كنحط لكم في لي زيكزامان يعني في ليكزامان ديال هذا العام غنكملوا واحد ليكزيرسيس تري امبورطون دونك غنكملوا ليكزيرسيس يعني اللي بقى لنا الاخر وهذا ليكزيرسيس بطبيعه الحال هو ليكزيرسيس الرابع اللي كنحط لكم في يعني في لي زيكزام يعني ديال النورمال دونك هذا هو ليكزيرسيس الاخر دونك عندنا اون ارتير ا اون لونغور عنده ال ايتيغال 1.1 مليمتر اي ان غايون ار ايتيغال 2.5 في 10 اس ناقص 5 متر اول سؤال دونك راه كاينين لي فورمول يعني كاملين اللي كيتحطوا مثلا شنو كيفاش يمكن نكالكيلو هاد لا ريزيستانس اليكولمون كيفاش يمكن ليا نحسب لا بريسيون يعني ولا لا بريسيون ولا فورس راه كاملين كاينين في واحد البي دي اف دونك حتى نخليه لكم في صندوق الوصف الا لقيتو مازال عندي راه ديجا كنت حاطه في واحد لا فيديو ولا نخلي لكم الفيديو اللي كنت ديجا حاطه فيه باش هكا تشوفوا دونك راه كاينين كاملين يعني هاد لي فورمول اللي يمكن لكم تحسبوا بهم دونك كنعطاوكم يعني في ليكزام يعني كنعطاوكم انا غنقول لكم شنو نعطاكم دونك قال لك كالكيلو لا ريزيستانس اليكولمون كيفاش يمكننا نكالكيليو هاد لا ريزيستانس اليكولمون اون جينيرال اون ار اف يعني كنرمزو ليه بار اف هو دلتا بي مقسومه على كاف في دونك هاد دلتا بي يعني باش يعني كيفاش كان يعني هادي كتكون يعني خصنا يعني نفرقوها اللي هي كتساوي لنا 8 فوا ليطا فوا ال مقسومه على بي مقسومه على ار اس 4 دونك هاد هاد 8 كتكون يعني كونستانت فوا فوا لي طاح حتى هي كونستانت يعني 2.084 في 10 اس ناقص 3 فوا ال هاد ال اللي عطاوها لكم هي هادي 1.1 مليمتر غنضربوها في 10 اس ناقص 3 باش نحولوها للمتر يعني ضروري ديروا التحويلات دونك مقسومه على بي نتوما عارفه شحال كتساوي يعني في كالكيل هي 3.14 دونك فوا هاد ار ار هي 2.5 في 10 اس ناقص اس 5 اس 4 هي هادي عطاو لكم هو لوغاريون دونك اللي حسبتوها ار اف اللي كتساوي 1.5 في 10 اس ناقص في 10 اس 13 باسكال سكون في المتر موان 3 دونك هادي هي الوحده ديالو عقلوا عليها لانكم كانوا حاطين يعني في ليكزام كانوا حاطين شي فالور وحاطين الوحدات ديالهم مختلفين دونك الوحده ديالو هي ديال الباسكال في السكون متر موان 3 دونك كانوا حطوا في ليكزام يعني دلتا بي مقسومه على دونك نشوف وا فوالا دلتا بي مقسومه على كاف دونك راه نتوما غتشوفوا الاقتراحات اللي كنعطاوكم وكنعطاوكم سي لا شوت دو بريسيون دو لونغ دو لارتير اي دو 1.3 كيلو باسكال قال لك ديتيرميني لا فالور دو دوبي سانغوين كيفاش يمكننا ديتيرمينيو هاد لا فالور دو دوبي سانغوين دونك حتى هادي كنعطاو يعني عطاوكم غير هادي عطاوكم غير هادي اللي صحيحه دلتا بي مقسومه على ار دونك هي اون جينيرال هي كافي يعني كافي سو تساوي لنا دلتا بي مقسومه على ار اف اللي هو لا ريزيستانس اليكولمون هنا دلتا بي مقسومه على لا ريزيستانس اليكولمون ديريكتوم دونك هذه اللي كانوا صحيحه ولا بغيتوا تحسبوها دونك ما كانوش عطاوكم يعني تحسبوها بالنسبه للحساب ديال كاف كتساوي لنا 1.3 كيلو باسكال فوا 10 اس 3 باسكال يعني مقسومه لنا على 1.5 في 10 اس 13 باسكال في السكون متر موان 3 دونك هذه غير كنعوضوا لا ريزيستانس اللي كون ديجا عندنا وهنا يعني دلتا بي راه ديجا عطاوها لنا دونك ديجا عندنا ديجا 10 اس 3 يعني ديجا عطاو لنا هاي دونك غادي نحولوها للباسكال يعني من الكيلو باسكال نحولوها للباسكال دونك راه ساهله صافي وغادي تخرج لكم الوحده ديالكم هي هذه دونك لو دوبي سانغوين حتى هو يعني الوحده ديالو هي المتر 3 سانغو موان 1 هنا قال لك كالكولي لو نومبر دو رينولد اون ديدوير لا ناتور
دو ليكولمون. يعني كيفاش يمكن لنا هاد الكيستيون راه ديجا زدتها لكم انا، دونك هما كنعطيوكم غير جوج كيستيون. قال لك كالكول النومبر دو رينولد اون ديدوير لا ناتور ديال هاد ليكولمون، يعني كتحسب لينا لو نومبر ديال لو رينولد. كيفاش كنحسبوه؟ عندنا بزاف ديال العلاقات اللي يمكننا نحسبو به. دونك كتساوي ار او كتساوي رو فوا اف فوا في فوا هاد بحال دالتا بحال هكا مقسومه على هاد 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 ليطا او كتسمى فيكسوسيتي، يعني بحال كتسمى ليطا او فيكسوسيتي اللي هي كتساوي لنا 2.084 في 10 اس ناقص 3. دونك وهادي فهي كتساوي لنا بطبيعه الحال هي جوج ار، يعني واحد جوج ديال لو غايون، يعني دو غايون، واللي هي كتساوي لنا 2.5 في 10 اس ناقص 5 اللي عطاوها لنا الفوق، وغادي نحسبوا بها. دونك في فهي كتساوي لنا تو سامبلومون، يعني الا بغينا مثلا نقلبوا على في هي ك في اللي ديجا حسبناها مقسومه على بي ار او كاري. دونك هاد لو رينولد كيفاش ممكن نحسبوه؟ نحسبوه بحال هكا، يعني جوج فوا هاد، يعني في هاد 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 غو فوا ك في مقسومه على بي فوا ار فوا ليطا. دونك غادي نحسبوها هنايا جوج فوا 1060 هاد غو كيكون يعني كونستانت، يعني هاد غو كيكون كونستانت اللي هو 1060 فوا 0.87 اللي هي ديجا حسبناها ك في، يعني لو دوبي سانغوين، فوا 10 اس ناقص 10. دونك اللي ديجا يعني ديجا في يعني ديجا عندنا هنايا هي هذيك لو دوبي سانغوين مقسومه على بي، اللي بي هي نتوما عارفين شحال كتساوي، فوا اغ ديجا عطاوها لنا 2.5 في 10 اس ناقص 5 فوا 2.084 اللي هي ليطا فوا 10 اس ناقص 3. دونك يعني لو رينون الا خرج لكم مثلا راه ديجا كنت عطيتكم حتى هو في يعني في البارشي ديال لي فلويد، الا خرج لك لو رينون يعني مثلا 1.13 يعني لو رينول ديالو راه كبر منه 2000، دونك كنقولوا لي راه لامينيير، ولا كنقولوا لي بطبيعه الحال نورمال. دونك هادو هما يعني لي كيستيون اللي كتحطوا في يعني في البارشي ديال ميكانيك دو فلويد تقريبا، يعني هاد ليكزيرسيس راه ديجا تحط لكم. دونك بقى لنا اخر اكزيرسيس هو هذا كما كتشوفوا، عطينا كذلك ان ارتير انيسيالمون ان ديامتر دي واحد دي جوج. دونك بالنسبه للسؤال الاول قال لك مونتري اون يوتيليزاسيون لو تيغوم دو بيرنولي، دونك هذا ما حطاش لكم في النورمال غيقدر يحطها لكم، يعطيك مثلا اقتراحات وبطبيعه الحال غيقول لكم مثلا لو تيغوم دو بيرنولي كيفاش كتمثل لنا. دونك بالنسبه للتيغوم دو بيرنولي ها هي لا غولاسيون ديالها، كتشوف بي ا زائد 1 على 2 بي في ا او كاري زائد غو فوا جي زيد ا كتساوي لنا 1 على 2 بي في بي او كاري غو في بي او كاري زائد بي زائد غو فوا جي فوا جي فوا زيد بي. دونك بين اونتر ا اي بي يعني كوم لا بريسيون اي لا ميم، دونك بي ا كتساوي بي بي سيتادير زيد ا ايتيغال زيد بي، دونك في ا كتساوي في بي كتساوي كونستانت. دونك هادي هي لا تيوريم دو بيرنولي. وبالنسبه لو موفمون دو بي ديال لو دو بي هي ك في اللي ديجا عرفناها حنا، ك في ديجا حسبناها في لي كيستيون في هاد ليكزارس اللي قبل، كتساوي لنا لا سيرفاس فوا لا فيتاس اللي هي ك في كتساوي اس فوا في. دونك الا بغيتو مثلا تخرجوها ها هي لا فورميل ديالها، دونك غنوريكم لا فورميل ديالها هي هذيك كما كتشوفوا، يعني عندنا في واحد في جوج. المهم هذا هو ليكزيرسيس، دونك راه كما شفتوا ما يحش لكم لي براتيك، يعني كيحط لكم غير يعني مثلا لا فورميل مثلا كيفاش غادي تحسبها، خاصكم نتوما غير تشوفوا يعني التخريج تشوفوا تكونوا عارفين يعني ان كيفاش تخرجوه. دونك هادو هما ليكزيرسيس اللي تقدروا تحطوا يعني في لي زيكزام. دونك يعني كيستيون اللي قادروا تحطوا راه درتهم لكم هنايا، بقات يعني هذيك البارتي الاولى ديال لا تراجيكتوار وهذيك، دونك راه تقدروا تشوفوا شي اكزيرسيس يعني من هذوك لي تي دي اللي كنحط لكم، يقدروا تحطوا منهم شي واحد وصافي. هذا الشيء اللي كاين والله يسهل عليكم، بون كوراج.